صباح الخير لكل المشاهدين بحلقة جديدة من حوار اليوم، يوم آخر حزين طبعا لسوريا، تركيا ولبنان الذي كان له حصة أيضا بهذه الكارثة، النكبة، الزلزال الذي وقع في جنوب تركيا وفي سوريا. طبعا نقدم أحر التعازي لأهالي أو للعائلات اللبنانية التي خسرت عدد من أبنائها في تركيا أو في سوريا، وأيضا نتمنى للمفقودين الذين لا يزال الخبر عنهم، مفقود أيضا اللبنانيين الذين كانوا في تركيا خلال هذا الزلزال، نتمنى أن يكونوا في عداد الناجين. طبعا هذه الكارثة طبعا سنتطرق إلى تفاصيلها وأيضا العناوين اللبنانية وتطورات الراهنة مع ضيفنا في الاستوديو أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الأستاذ علي حجازي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم المشاهدين، ضم صوتي إلى صوتك بتقديم واجب العزاء نعم لأهالي الشهداء في سوريا وفي تركيا، وتمني ولو بدت الأمل يتضاءل بإنقاذ بعتقد عشرات آلاف المفقودين، نتمنى ذلك لأن طبعا، هذا للأسف هناك بيترافق من مع يعتقد سرعة أنه للأسف تقديم هناك من لا الإنقاذ. يقدر حجم الكارثة. حينما أتحدث عن عشرات آلاف المفقودين بين تركيا وسوريا، أنا أعني ما أقول، مع فارق أن في تركيا تتوفر المعدات والإمكانيات اللي عم تستخدم لرفع الأنقاض ومحاولة انتشال الأحياء أو جثث الشهداء. ومع أما ذلك في يعني هناك سوريا مطالبة أيضا أكيد، للمساعدة لأنه يعني أنا الدولية قرأت مثلا نظرا لحجمه هول الكارثة. صحيح، لأنه هو مصنف من أحد أكبر 3 زلازل على مستوى العالم، وأنا قرأت مثلا تصريح لإحدى رؤساء البلديات في تركيا تقول أن عدد المفقودين في البلدية هي اللي بتترأسها يصل إلى 30 ألف عدد المفقودين. والكارثة الأكبر أن في سوريا نعم على مستوى مشهد عمليات إزالة الأنقاض، أولا الدولة نتيجة الحصار والعقوبات والتراخي في عملية الدعم هي غير قادرة على إنجاز المهمة بالشكل المطلوب، واثنين طبيعي. مناطق سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة للأسف متروكة. إذا بدنا نعمل خارطة لهذا نعم المشهد اليوم للي ما بيعرف نعم بجغرافيا السورية، المناطق التي تقع اليوم تحت سيطرة أو هي التابعة ضمن السلطات السورية أو نعم يعني هي المناطق حما، حلب، تأثرت. هو لدقيق. يعني اليوم المشهد في سوريا على مستوى الأضرار منقسم إلى مشهدين، طيب. مشهد في المناطق التي تسيطر عليها الدولة في سوريا، مع تحفظي على كلمة تسيطر، تسيطر، الدولة هي دولة، تابعة هي صحيح، الدولة في حلب تخضع لسلطة السلطة اللاذقية السورية. حما، طبعا مع تراتبية بالأضرار، تبدأ بحلب بكارثة كبيرة و ثم اللاذقية بعدين حما. نعم اللاذقية تحديدا كانت مدينة جبلي الأكثر تضررا بهذا الزلزال. أما على المقلب شمال غرب سوريا يعني على الحدود على مع الحدود مع تركيا. تركيا هناك المناطق التي تخضع لسيطرة العصابات الإرهابية المسلحة، هذه مدعومة المناطق من مين يعني إذا بدنا نرجع؟ مدعومة من تركيا وقطر حتى الساعة هلا بس، ولكن واضح جدا إنه متروكة، هناك تخلي من هناك الجانب تخلي التركي بالمطلق طبعا، ومدعوم جزء منه طبعا. من الأمريكيين وغيرهم، وهذه المنظمات التي تسمى منظمات إنسانية لكن هي طبعا تتخذ صفة إنسانية، ومن تحت الطاولة تستخدم هذه العناوين لتأمين السلاح للمسلحين وتمويل العصابات التي تقاتل الدولة. مش تخلي طبيعي، تخلي أكثر من طبيعي، إلى حدود أنني قرأت أحد الناشطين الإعلاميين في تلك المنطقة وهو يقول أنه حتى تركيا لا تصدر لنا في هذه الفترة إلا جثث السوريين الذين سقطوا من ضحايا الزلزال النازحين في أو تركيا، اللاجئين إلى تركيا. اللاجئين السوريين اللي أي استشهدوا بالزلزال، نعم تركيا عم تبعت جثثهم لدفنهم ضمن الأراضي السورية، وعم بيوجهوا اتهامات بالجملة إلى ما تسمى بالحكومة، حكومة المعارضة نعم اللي هي كمان وحدة من العصابات، إلى قطر، إلى تركيا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى كل العالم. والملفت في الموضوع أنه امبارح القافلة الأولى الحقيقية التي يتم تسييرها باتجاه مناطق المسلحين نظمتها الدولة السورية،
ومنع دخولها المسلحين الذين يسيطرون على المعابر. هم حتى الساعة يرفضون أن تدخل قافلة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدولة. نعم. إلى أي سوريا طرف؟ اللي باتجاه مناطق المسلحين باتجاه شمال سوريا، حيث هناك وجود للمعارضة المسلحة أو العصابات المسلحة. والدولة الوحيدة التي عبرت عن موقف واضح قالت فيه أنا مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية لهذه المناطق هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نعم. هم يرفضون هذه المساعدة. هم حتى الساعة يبدو حتى في ظل هذه الظروف السياسية الإنسانية الصعبة مصرين على الاستثمار بوجه الدولة في سوريا. نعم. بمعنى يريدون تحميل الدولة مسؤولية أنه هي ما بعثت لها مساعدات، قالت الدولة هيدي مساعدات. ما بيستقبلوها، بدهم يتهموا الجزائر ومصر والإمارات والعراق والبحرين وسلطنة عمان وكل الدول العربية بغض النظر عن مستوى الدعم يلي هو لا يرتقي أبدا إلى حجم الكارثة. كنت أسألك كيف يعني تقيم الأداء العربي والدولي تجاه هذه الكارثة؟ هو مقسم بين تقديم المساعدة، هو مقسم بين جيد جدا ومقسم بين مبادرة بالشكل. نعم. يعني اليوم حينما ما بدي فوت أنا بالتسمية، قال إنه إحدى الدول العربية أرسلت طائرة مساعدات، في مبادرات محلية هون بلبنان على مستوى أفراد عم ترسل حمول الطائرة. يعني لا يرتقي إلى لا يرتقي إلى مستوى الدعم، لأن مرة جديدة الولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من كذبة البيان الذي صدر فجرا والتي تحدث عن تسهيل مرور رفع عقوبات 180 يوم تخفيف إجراءات أشهر. العقوبات الولايات المتحدة الأمريكية تمنع وصول المساعدات، وهي نبهت الدول العربية بأنه ممنوع الإفراط في دعم الدولة السورية، علما أن هذه الدول كانت تريد أن تقدم مساعدات بس أصبحت بمستوى ضعيف جدا خوفا من السياسة الأمريكية اللي قالت لهم لهون نكتفي. فهلا طبعا تزرع الأمم المتحدة وقطر، يلي بالمناسبة مصرة قطر تخوض اليوم حرب تجويع الشعب السوري، قطر تتحمل المسؤولية بإعلامها وبتحريضها المسؤولية الأولى في استمرار الكارثة الإنسانية في سوريا. من أي بأي تشن حرب موقف إعلامية قذرة على كل من يحاول دعم سوريا وتريد للشعب السوري أن يموت. هلا طبعا للأسف أنا هي المفارقة التاريخية أنه الذين اليوم يتباكون على الكارثة الإنسانية في سوريا هم نفسهم الذين مولوا تدمير سوريا. هني لو ما مولوا تدمير سوريا كانت سوريا لا تحتاج إلى أحد. مش بس كانوا عم بيطالبوا كمان أيضا بتقديم الدعم وحقوق الإنسان وكل ما إلى ذلك في سوريا. بعض بتعرفي شو الكريه بالموضوع؟ هلا هني بعضهم بيحمل جنسية سورية بس أكيد هو ليس بسوري، عم بيطالب العدو الإسرائيلي بقصف قوافل المساعدات. مين إذا بدنا نسميه؟ أدوات تعمل في الإعلام القطري، ما بدي سميه لأنه معطيون قيمة. يدعون إلى قصف قوافل المساعدات. البارحة عبرت قافلة محروقات تحت مسمى أو ذريعة بأنه قد تحمل أسلحة وليست مساعدة. أسلحة حبيبي والله. سوريا عندها مطارات وعندها مرافق، وبعدين ما عادت بحاجة لهذا الكم الكبير من السلاح. ما أنتوا أكلتوا القتلة وخلصتوا، خلصنا. شو يعني أنه ما بتكون هالقد أنتوا هياتكم قاعدين بإدلب وبشمال سوريا عم تستنجوا الدول اللي وصلتكم لهوني، تستنجدوها أنه تبعث لكم مساعدات مش سلاح. يعني للأسف، وهون بدي أرجع للفكرة، التزرع بأنه والله طرقات مهدمة باتجاه هذه المناطق وأنه الكارثة كبيرة والزلزال قطع الطرقات وهدم المعابر. معلش، الطرقات اللي كنتوا عم تستخدموها لتصدير السلاح لهؤلاء هي نفس الطرقات استخدموها، والطرق نفسها وحتى الأنفاق والتمويل نفسه استخدموه لإرسال مساعدات. هذا التكاذب غير صحيح. والأوقع من ذلك أنه بيطلع مثلا البنك الدولي بيقول لك أنا سأرسل إلى تركيا مليار وستمائة وثمانين مليون دولار. حبيبي، تركيا دولة تملك قدرات وإمكانيات
وعلاقات وخزائن فتحت أمامها وأسطول من الطائرات، شفنا الصورة واضحة. بس كان في موقف أمها من بارح عبر لسان جير بادرسون أنه رح يكون في دعم. كيف بنترجمه؟ وين يترجم؟ ليس صحيحا. بس يقول الشعب السوري، هو يعتقد أن الشعب السوري محصور وجوده بشمال سوريا. هكني يقصدون حينما يقولون، يعتقدون أن الذين يتواجدون في حلب وبلدقية وحما وطرطوس والشام وريف الشام أن هؤلاء مش مواطنين سوريين، هؤلاء مواطنين تابعين للنظام. هذه المقاربات اللي وصلت المنطقة كلها يتسوى لهون، إنه أنت عم تدفع مليار و 680 مليون دولار لتركيا بالوقت اللي بتترك سوريا بلا تقديم دعم مالي، علما أن سوريا نتيجة الحرب القذرة التي شنت عليها اليوم عندها محروقات لتشغيل آليات الإنقاذ. اليوم بيفرض قانون قيصر اليوم، إن كان أمريكا أو حلفائها اللي موافقين عليه وعم يلتزموا فيه، أكيد اليوم منهم يعني اللي فرض حصار ما رح يكون عم بيقدم دعم يعني بالمقابل. بس الإشكالية بس وين؟ يعني طبعا تحفظ على كلمة قانون قيصر، تجويع قيصر، هذا تجويع. المشكل وين؟ خي في هلأ كارثة إنسانية. طيب إذا كنت أريد أن أتفهم أنه يا خي حرب وأنت طرف فيها وبالتالي عم تعمل حصار على الطرف الذي تقاتله، بس بعد الزلزال يفترض كل هيدي الحكي عن العلاقة مع الدولة السورية ولا نريد خدمة الدولة السورية ولا تمويلها أن تسقط. أنت اليوم في كارثة إنسانية، في بحلب واحدة عن النظام، في بحلب اليوم 400 ألف مشرد نتيجة الزلزال، هي بس بحلب وحدها. والأرقام طيب إلى تزايد، الأرقام يعني للأسف يعني كمان الهزات الارتدادية عم تسبب تساقط المزيد من المباني. للأسف الخدمات المقدمة نتيجة المساعدات لا ترتقي إلى ما هو مطلوب. عم نشوف في تركيا ملاعب عم تتحول إلى أماكن سكنية، وعم نشوف خيام، وعم نشوف أساطيل. بتركيا عم نشوف مبادرات خجولة. ذكرت أنه هناك أداء جيد جدا بوقت أنه هناك أداء متخاذل مع مع الدولة السورية. بس ما قلت لنا مين يعني اليوم كيف توصف الأداء لا حلفاء سوريا وأيضا لبنان الذي اتبع سياسة النائب النفس صادقا. كيف بتشوف اليوم؟ أنا بدي أكون منصف. أنا أول خطوته أو مبادرته مبارح، أنا أول الذين بادروا بالهجوم على دولة الرئيس ميقاطي حينما بادر إلى الاتصال مباشرة هو بتركيا. وكلف وزير الأشغال بالتواصل مع سوريا وكأنه يقيم عملية تزاكي. أنا أول حدا هزمه، وأنا أول حدا طلع قال لا، نتيجة التبدل أو تطوير الموقف اللبناني. أنا اللي بقدر أقوله أنه الموقف الرسمي اللبناني ممتاز. هذا الموقف يعبر عن تضامن حقيقي. فتح مطار بيروت، فتح مرفأ اللاذقية. الكلام الذي سمعه الرئيس الأسد والمعنيين في سوريا من الوفد اللبناني يعول عليه، وهو يترجم على الأرض بالمناسبة، ليس مجرد كلام. اتصال الرئيس ميقاطي المباشر، أن يذهب الوفد الوزاري مكلفا من الحكومة، مش على القاعدة السابقة روحوا نحن ما شفناكم، أنه ما أخذنا إذن من الحكومة، أن يذهب الوفد مكلفا من الحكومة. هذا موقف سياسي جيد. مواقف الكثير من القوى السياسية منها الوزير جبران باسيل والتيار الوطني. ألم يتأخر موقف، بس قبل ما انتقل، موقف الحكومة تأخر بعض الشيء يعني البعض انتقد، هل كان في تردد؟ يعني كان في تردد، انتظر الرئيس ميقاطي لشاف المبادرات العربية نحو سوريا، تواصل الإماراتي، البحرين، سلطنة عمان. استشف الموقف العربي أنه لا، يبدو في قرار بالتحدث المباشر مع سوريا، أخذ خطوته. طيب، علما انه السوريين ولا مره ترددوا معنا. الى اين ستصل هذه الخطوه اللي يمكن تعتبر رمزيه بقدر يعني حجم الامكانات؟ اول شيء في جدار احلى طبعا الامكانيات اللبنانيه لا تسمح. مع انه اليوم في مبادرات كثيره في لبنان، نحن عم نحكي معنويا يعني هذه الخطوه، يعني لك لبنان لا يلام. نحن شو عندنا هلا؟ نحن لا عندنا محروقات، ولا عندنا قدره على ارسال مساعدات، ولا عنا مصاري.
بس الموقف الإنساني أولا جيد، التضامن، اثنين أنه فتحنا مطارنا ومرفقنا حتى اللي بدهم يهربوا من قانون قيصر أو اللي بدهم يتزرعوا بقانون قيصر ينقل لهم تعال خي على بيروت، ومن بيروت في آلية لإيصال المساعدات إلى سوريا، لأنه جزء من الطيارات تخاف من الهبوط بمطار حلب أو بمطار دمشق. جزء من الشركات لا تقبل بإرسال مساعدات إلى مرافق السورية. فهلا نحن جينا حطينا خيار بديل. عم بتتم الاستجابة عبر هذه المرافق برأيك؟ بعد ما بتقدري، لأنه بعدنا بوقت زمني قصير جدا. بس أنا بعرف ومن خلال التواصل معنا في كتير من الناس اللي عم تفكر بإرسال مساعدات إلى مرفأ بيروت وبعدين بتودى إلى سوريا. وأنا بدي أقول شغلة، أنه قانون قيصر أو مشروع التجويع للشعب السوري المسمى قانون قيصر تسبب بأنه كتار، أنا أعترف بشكل واضح، كتار ما عم يسترجوا يساعدوا ولو بتحويل مالي قيمته 100 دولار. ما عم يسترجوا لانه عندهم خوف من مفاعيل هذا القانون يلي هو المتهم الاول والاخير حتى الكلمه يعني كمان. حتى شوفي انت بعض اللينكات اللي عم تنعمل لجمع التبرعات فورا عم يتم شطبه والغائها. يعني احد الجهات عملت حمله تبرع وصلت الى 15000 يورو فجاه اختفى اللينك نتيجة القانون قيصر ومفاعيله. الموقف حتى بيكون متردد. يعني ضحكني أنا، شو اسمه أمين عام جامعة الدول العربية، هلأ اسمه بيشبه سياسته، بيشبه سياسته، عبر عن تضامنه مع الشعب السوري لحتى ما يقول مع الحكومة السورية. ليش؟ لأنه مقعده في الجامعة الدولية العربية دفعت قطر حقه، فبيخاف انه هذه التفاهة، ان يصل التعبير الى حدود انه والله ما بسترجي انا الضامن مع الحكومة السورية، علما انه في ناس. طيب انا بعطي مثال، وزير باسيل، طيب هو مصلحته وكان الاتهام الموجه له انه والله يسعى الى رفع العقوبات عن شخصه، صح ولا لا؟ موقفه بالامس موقفه يعني كان شجاع ويحيى عليه، صحيح، وبالمحل الصح وبالمنطق الصح وبالتعبير الادق، انه ايه حبيبي بدك تحكي بالانسانيه ما بتحط عقوبات. حتى الرئيس عون يعني قبل بيوم كمان يعني صرح بهيدي الطريقه، وكانت كمان وبدل يعني الاتصال بعتقد مقدره جدا يعني. صح صح، في كثير من القوى السياسيه. هلا انا بقول لك شغله، في بعض المتطفلين بالحياه السياسيه اللبنانيه من اللي ما كانوا يعملوا نواب الا عبي عهد غازي كنعان، بس هلا بسبوا سوريا. نعم. او بعض الابواق اللي مدفوعه الثمن والاجر اخر الشهر ورايد بارقام زهيده لانه فرق العمله وطالهم من ثمنهم، عم يعملوا حمله معتقدين انه الرئيس الاسد وسوريا يعني اذا فارسس عاد حجب عنا الشرعيه بتصير بوضعيه كتير دقيقه وكتير خطيره. نعم. يعني للاسف بعدنا في لبنان نقارب الكثير من المواضيع بمغالطات. بالموقف اللبناني اللي كنت عم تتحدث فيه، الى اين ممكن ان يصل هذا الموقف الايجابي مثل ما تفضلت وقلت؟ يجب ان نحافظ على استمرارية هذا الموقف وعدم حصره بفترة هذه الكارثة اللي بكرة بعد 10 أيام للأسف تصبح بيجي حدث جديد. نحن معودين في هذه المنطقة الحمد لله من كارثة إلى كارثة، بتخلص كورونا بيجي الانفجار المرفأ، بيخلص انفجار المرفأ بيجي الزلزال وهلأ الهزات الأرضية. فمش مطلوب أن ينتهي هذا الموقف الرسمي بانتهاء مفاعيل الاهتمام العالم بالكارثة، لا. نحن في جدار تم تحقيق خرق فيه، يجب الإصرار على الاستمرار في خرق هذا الجدار. ممكن أن يعني بيحمل رئيس الحكومة هذا الموقف، استمرار هذا الموقف في ظل قانون قيصر؟ يعني هو آخر النهار إذا خايف على مصرياته يقدم استقالته ويعفي نفسه من هذه المسؤولية والله معه، لأنه بين مصلحة الشعب اللبناني التي تتطلب تواصلا مباشرا مع الدولة السورية وبين حماية نجيب مئاتي لمصرياته، لا، نحن لازم نكون مع مصلحة لبنان والشعب اللبناني. طيب. نحن لا نستطيع أن نستمر من دون العلاقة الجيدة مع سوريا،
نحن ما فينا نصدر إلا عبر بوابة سوريا، نحن ما فينا نسافر بالبر إلا عبر بوابة سوريا، نحن أمن سوريا من أمننا وأمننا من أمن سوريا، نحن حينما يهدد المسلحين أمن سوريا بيكون أمننا مهدد. وجزء من الاستهداف الإرهابي إلنا، العقل المفكر إله والمدبر هو في بعض مناطق سيطرة المسلحين في سوريا، طيب. واللي بيملك معلومات عن هؤلاء هي الدولة السورية، ونحن بدنا هذه المعلومات. ما فينا إلا ما نكون على تنسيق مباشر مع الدولة السورية أمنيا وسياسيا واقتصاديا، طيب. فمصالح نجيب ميقاتي مش أهم من مصلحتنا. بموضوع أيضا الزلزال الكارثي ومفاعيله على مدى طويل، طبعا يعني لن يعني يكتفي الوضع بالإغاثة والإنقاذ، هو سيتجاوز أيضا الإعمار ويعني الفترة طويلة اليوم، نعم. وتتطلب يعني تضافر جهود عربية. كنت عم تقول إنه المساعدات العربية هي طائرة يعني لا ترتقي إلى المستوى بعض الكارثي، المساعدات هل العربية ممكن نشهد انه رح نضل على هذا المشهد ام بدك تشوف ممكن الامريكيين شو بدهم يقولوا، ارتفاع منسوب هذه المساعدات مع بدك الوقت تشوف الامريكيين شو رح يسمحوا لهم. وتطور المواقف العربية تجاه سوريا، علما انه قبل هذه الكارثة كان ينحكى عن انفتاح سعودي باتجاه سوريا هيك وقد السعودية نشهده في حتى المرحلة الساعة بالرغم من المقبلة. الإعلان عن مبادرة وبيان الخارجية السعودية، حتى الساعة الكلام السعودي لم يترجم، حتى الساعة لم يترجم، بعده بإطار الكلام. نعم. ليه؟ بدك تشوف الأمريكيين، لأنه بمرحلة سابقة لفرمل الاندفاع السعودية نحو سوريا هي الولايات المتحدة الأمريكية، حين تم الحديث عن علاقة مباشرة وعن تواصل سوري سعودي وعن إمكانية تبادل الزيارات بشكل علني على المستوى الرسمي مش الأمني، يلي أنا أزعم إنه خلال الفترة القليلة الماضية كان في تواصل أمني سوري سعودي. اللي فرمل هذا الموضوع على المستوى السياسي كانت الولايات المتحدة الأمريكية، حتى مصر مثلا الموضوع مرتبط بالموقف الأمريكي. نعم. ولا إذا بدي أنا أكون متصالح مع نفسي، الأكيد أن أغلب الدول كان في العربية، موقف كمان للإمارات موقف انفتاحي، الإماراتي موقف سابق سلطنة ومعلن عمان. وهو بالمستوى المطلوب. الإمارات اليوم هي تتقدم الدول دول العربية على الخليجية. مستوى دعم سوريا، يعني الإمارات هي تتقدم كل الدول العربية. المشكل انه مثلا مصر، انا ازعم انه الرئيس السيسي يريد علاقات ممتازه مع سوريا، بس ولكن وضعيه مصر والوضع الاقتصادي والمالي والسياسي في مصر يضع قيودا على الرئيس السيسي بان يستكمل مشروع الاتصال المباشر. ايضا تونس، الرئيس التونسي اتخذ قرار والجزائر برفع، أيضا لا كمان. الرئيس التونسي أي. تميز بالموقف، الجزائر من يوم جامعة الدول العربية واضح الموقف الإيجابي جدا لجهة كان السعي حتى إلى إعادة سوريا إلى جامع الدول العربية، نعم. علما أنه شو هالشرف العظيم يكون أي. شرف إلهم. الرئيس التونسي اتخذ قرار برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع سوريا وبفتح قنوات الاتصال بشكل كامل، يعني تجاوز تبعات المرحلة الماضية. هلأ على مستوى المساعدات كيف كان بعد التجاوب؟ أرسلوا هلأ كمان بدنا نتفهم كمان أنه في دول عربية معها وفي دول عربية ما معها. يعني اليوم أنا إذا بدي أحكي عن مصر، طيب ما الوضع الاقتصادي المصري سيء جدا وكلنا بنعرف هذا الشيء. الدول اللي معها مثلا مثل الإمارات ترسل، يعني وفي حاجة مثلا للسعودية أن لأنها تملك إمكانيات، في حاجة للكويت على المستوى الرسمي. هلا على المستوى الشعبي أنا بقدر، أنا على المستوى الحملة اللي عم نعملها اكشف رح إنه نحكي فيها هلا نحن قبل ما ننتقل حصلنا على للملف دعم اللبناني. من رجل خير في الكويت كتير كبير لهذه الحملة، وهو اللي حط الأساس في انطلاق هذه الحملة وهو مشكور ولا يريد حتى الإفصاح عن اسمه. نعم. فعلى المستوى الشعبي الكويتي عم بحكي أنا، بس على المستوى الرسمي الكويتي لا، في حاجة إلى تطوير الموقف طيب. الكويتي. سلطنة عمان عم تحاول، البحرين بالمستوى اللي بعده مش الذي يرتقي إلى حجم الطموحات. نعم. هلأ الجزائر، مصر، تونس، هذه دول أيضا هي تعاني، تعاني كثيرا. طيب. وفي شيء بدنا نلتفت إله، انه حصر المساعدات بفكره المساعدات العينيه يلي هي مواد غذائيه
وخيام وحرمات وبطانيات. شو المطلوب؟ مطلوب معدات، مطلوب مصاري لإدارة العملية على الأرض. صحيح. ما بتتحرك يعني اليوم إذا واحد إذا بيطلع من بيته على شغله بده مصاري. يتحرك. يعني اليوم في حاجة إلى توفير إمكانيات مالية بإيد الدولة لحتى تحرك فرق الإغاثة ولتمولها وتأمن لوجستيا ولتشتري أدوية وتشتري معدات وتقدر ترفع أنقاض ولحتى تستأجر بيوت وتفرش المدارس وتعمل مخيمات. طيب في لبنان يعني على الرغم من طبعا من الأوضاع الاقتصادية الصعبة عم بيكون في تجاوب، يعني أنا هون مش تسويق طبعا لفكرة معينة إنما بالإطار الإنساني ما في مشكلة، يعني قال تسويق ما عندنا مشكلة بالمبادرة اللي عم تقوموا فيها أستاذ علي، عم يكون في تجاوب من اللبنانيين. نعم. لأنه برجع وبقول إنه هيدي الكارثة ما بتخلص بعد يوم ويومين ولا شهر وشهرين، يعني مفاعيلها وتداعياتها طويلة. أخذنا قرار اليوم بأنه المبادرة مفتوحة. صحيح ستنطلق الحافلة القافلة الأولى لهذه المبادرة بهاليومين، ما بقى بدي حدد لأنه في عراقيل لوجستية. كنت عم تقلي انه مش مين ما كان بيقدر اليوم يتوجه باي قافلة مساعدات. في هون اشكالية قبل ما ارجع لحملتنا، بس خليني اقول شغلي، مسألة المساعدات الى سوريا بدي اقول لكل حدا عم بيبادر، الى جهتين فيك تعتمد هون، يا اما القوافل يلي هي عم تدير الاحزاب منهم نحن، يا اما السفارة السورية في بيروت. نظرية انه انا بدي اطلع في وضع امني في سوريا وعسكري وفي على الحدود اجراءات، ما مش بهيدي البساطة الأمور. إذا كان المسألة مسألة إنسانية عندك، حتى أنت كان شو إذا الإشكالية؟ كان تقديم مساعدات عم يكون في عراقيل، شو الإشكال؟ الإشكالية ببساطة، تؤمن هذه المساعدات إلى السفارة السورية أو تؤمنها عبر القوافل المعتمدة، مثلا اليوم الدفاع المدني يمكن أو الهيئة الصحية فاتوا على خط الاستعداد لنقل مساعدات إلى سوريا، لأنه مش سهل. أنت يعني أول شيء في مناطق في طرقات وفي وضع أمني في سوريا يتطلب الحذر والانتباه طب من سيضع هذه الآليات؟ اليوم رح يصير في فوضى إذا ما بدأ شيء السفارة في بيروت أو التواصل مع الحملات المعتمدة. وكمان أنا هون بدي أقول خلي كل حدا عنده رغبة بالتبرع ينتبه حول من هي الجهة التي يتبرع لها، لا سيما انه نحن بلبنان اذا عم نفكر خدمة المواطن في سوريا اكيد انت راي على مناطق سيطرة الدولة. طيب الدولة عندها سفارة في بيروت، الطريق قصير، ما بدها كل هذا العذاب. لانه اللي مفتكر حلب فشخة مش فشخة حلب، واللي مفتكر الطريق الى حلب سهل وما في مخاطر، مش هالقد الامور بسيطة. فاذا الثلاثة طبعا من حق الدولة، لانه بس لبنان تجي عليه المساعدات دون سؤال هيدي من مين ولمين، بس لبنان. نحن بس لبنان بيعمل NGOs وبيعمل جمعيات وبتختفي المساعدات وبيتعمر منها وبينشرها سيارات وبيتسافر ومدري شو، بس لبنان. فلا، في ضوابط بدنا نلتزم فيها. سوريا دولة ذات سيادة، مش انه مباح الامور مثل ما عنا صار، انه انا ما بدفع بغض النظر انه الدولة بتسرقن ولا ما بتسرقن، مش هيدا نقاشنا. انه انا ما بدي امرق عبر الدولة، خي عم لك اعطيها على المخبر بس، او بيجي رجل اعمال من احدى الدول بيطلع احد المخيمات بينقال ايه وزع 100 دولار 100 دولار 100 دولار، خي هذا مين ومصاري مين وليش عم يدفع؟ لا، في ضوابط بالحمله اللي نحن عم نعملها. هذه الحمله ستسير مجموعه قوافل مساعدات، اولهم بهاليومين ثلاثه. تجاوب اللبنانيين ممتاز. قلت سابقا اجت مبادرة من شخصية يعني جهات ساعدتنا. أشخاص عبر مراكزنا الحزبية وعبر علاقاتنا وعبر اتصالاتنا وعبر ثقة الناس فينا. عنا 36 نقطة على مستوى كل لبنان عم تجمع مساعدات عينية، ألبسة، حرمات، بطانيات، يلي نحن بعد بحاجة إلهم كتير، تحديدا الحرمات والبطانيات. البعض بيفضل أنه يقدم مساعدة مالية، نحن بنروح نشتري فيها مواد غذائية إلى ما هنالك، وإن شاء الله بهاليومين بنطلع. وراح استغل الفرصة للي بيحب يتبرع، في رقم نحن حاطينه، هذا الرقم هو التواصل معه، وهو بيحدد لنا، بيحدد للمتصل بمين يتصل بالمنطقة اللي هو موجود فيها، يلي هو الرقم 70 33 10 05. إذن 70 33 10 05، هذا الرقم بتتصلوا فيه، وهو حسب المنطقة اللي انتم موجودين فيها بيعطيكم الرقم اللي لازم تتصلوا فيه. وانا ادعو الى تعزيز المبادرات، واقول للبنانيين تحديدا نحن
سوريا جارنا الأقرب وسوريا ما قصرت بمراحل معينة، ولا حدا يغركم انه ايه ما عم يجي طيارات الى سوريا، هذه الطيارات لا تكفي لتغطية خمس ما تحتاجه سوريا. الكارثة في سوريا كبيرة جدا. موقف الشعب اللبناني اليوم يعني هناك ممتاز. اجماع انه اليوم سوريا هي اقرب لنا واولى بالمساعدة. هي الاولى اكيد، لانه يعني بعدين مسألة خي بعيدا عن السياسة، مسألة التضامن الانساني مع شعب يعاني ظروف عمره، نحن من دون حرب وبانفجار المرفأ وصلنا بوضع كارثي. كيف صحيح. دولة بحرب 11 سنة على كامل الجغرافيا السورية ويجي فوق منها مش انفجار، يجي فوق منها زلزال؟ يعني المسألة كتير إنسانية، ومن المشاهد اللي عم نشوفها يلي هي فعلا تدمي القلوب. صحيح. وتدعو جميعا، تدعونا جميعا إلى أنه نستنفر كل طاقاتنا لمحاولة خدمة هؤلاء الناس. وأنا هون بدي استغل يعني لوجه التحية لرفاقنا بصفوف حزب البعث يلي فعلا من 4 أيام 24 على 24 ساعة بكل المحافظات اللبنانية هن مستنفرين بإطار جمع المساعدات وتوضيبها وتجهيز أول قافلة. وطبعا في كتير مبادرات يجب تحيتها ويجب تشجيع. أكيد أكيد من كل بد. على كل حال أستاذ علي، خلينا نتوقف مع فاصل إعلاني أول، من ثم نتابع بالملف الداخلي اللبناني. مشاهدينا خليكم معنا. من جديد برحب فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم مع الأستاذ علي حجازي أمين عام الحزب البعث العربي الاشتراكي. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي مرة جديدة. بالدخول إلى الملف اللبناني، طبعا هناك لقاء الخماسي يعني هو اللي بتصدر المشهد على الحراك اللبناني. كيف قرأت نتائج هذا اللقاء؟ البعض بيقول أنه ما كان نتائجه المرجوة على قدر يعني المتوقع. مستوى الحضور التمثيلي يدلل على حجم دور هذه المبادرة وهذا اللقاء. بعتقد لو انه بدنا نعمل شيء جدي كان ممكن يكون هذا اللقاء على مستوى اقل هو وزراء خارجية. اما يعني على مستوى المندوبين الذين حضروا، هذا تدليل على معرفة هذه الدول بان الملف اللبناني حاليا مؤجل. واضح جدا ان الاهتمام الدولي كان محصورا بالحرب الروسية الاوكرانية، وهلا اضيف اليها مسألة الزلزال. نحن منا على الأجندة الخارجية، حاجة نعذب حالنا. بس عم يقال أنه هذا اللقاء سيستتبع بلقاءات أخرى وهناك رغبة بمواصلة الحوار. حينما يكون هناك قرار بتسمية رئيس جمهورية، انتخاب رئيس جمهورية للبنان، ما بدها لقاءات. 24 ساعة بتركب بعد الطبخة ما استوت. الاعتبارات إلى علاقة بالحسابات المختلفة بين الدول. صحيح. الخارجية. عم نحكي عن وجهات نظر متباينة. والاعتبارات إلى علاقة بموضوع التركيبة الداخلية اللبنانية وقديش في قدرة على تجميع نصاب 86. طيب. يعني في إشكالية إذا بدك تروح على قائد الجيش منك قادر تعمله نصاب 86، وإذا بدك تروح على سليمان فرنجية منك قادر تعمل له نصاب 86. يعني ما فيك تضغط على حزب الله والفريق اللي معه لتعمل نصاب لقائد الجيش، ولا فيك تضغط على الوزير باسيل والقوات اللبنانية. يعني ما في حدا بيقدر يمون عليهم ليعملوا نصاب 86 لسليمان فرنجية. يعني هناك انعدام لحظوظ التوافق اللي سعى له. ما في، ظروفنا غير 2016. الاتفاق على اسم هلا التسويه الرئاسيه، ما بعتقد انه وليد جملاط بيقدر. لا بس كان عم بيحاول بظل عم بيحاول وفق اجندته والتعنت لدى كل الافرقاء، كل واحد يعني المشروع اللي عم يطرحه طرحه غيره 1000 مرة والموقف منه معلن 1000 مرة. يجب ان يفهم الفريق السياسي الاخر، في فريق سياسي بالبلد عنده مرشح اسمه سليمان فرنجيه، وما في عنده خطه. اذا عنده مرشح اسمه سليمان فرنجية نقطة على السطر انتهى. ما كان هذا الموقف بهذا الحسم هذا من أسابيع لوراء، ما كان هذا الموقف. التمسك باسم لا أبدا الرئيس. من اللحظة الأولى أنا عم بزملك وأكشف لك بشكل واضح. كان عم بيقول إذا من لحظة في عدة يعني عدة إشارات أنه كان هناك إمكانية للثنائي الشيعي التخلي عن اسم سليمان فرنجية في حال التوافق المسيحي، في حال توافق على اسم ليس صحيحا بشكل ليس صحيحا. وأنا أزملك
حينما اتخذ القرار من فريقنا السياسي بترشيح سليمان الفرنجية لم نفكر ببلون بي أبدا. ما في خطة باء، ما في والله نحن مع سليمان الفرنجية، وإذا هاي كلمة وإذا لم ترد ولا مرة أقله لهلأ. ده كان ليه كان عم بيصير في محاولة لقاءات مع رئيس التيار الوطني الحر لإقناعه بالوزير الفرنجي بس مش للتوافق على لا أو لا ربما إقناع أبداً الوزير أبداً باسيل باسم آخر، محاولة إقناع الوزير باسيل لفعلين ما بدأ مش واردة له، يبدو وارد عنده القبول بسليمان الفرنجية ولا عند فريق السياسي. طب كيف بدنا اليوم هذا المكون المسيحي بشقيه إن كان التيار أو القوات والأطراف المسيحية الأخرى، كيف بدنا إياهم اليوم يتقبلوا الموقف الثنائي الشيعي يتمسك باسم رئيس للجمهورية ولا مجال للبحث؟ آخر شيء يعني يمكن فريقنا مش قابل بي لعماد عون او مش قابل ب جهاد ازعور او بزياد بارود او بنجل البستاني، والوزير باسيل مش قابل بسليمان فرنجية، في حدا منا بده يغير. هلا هذا التغيير يطرق وفق الخارطة الخارجية، وفق اخر شيء قراءة المشهد. طيب هذا التباين بالخارطة الخارجية بين وجهات النظر، يعني الولايات المتحدة الامريكية ومعها السعودية من جهة وفرنسا من جهة اخرى، على شو هذا التباين؟ هذا التباين على اسم رئيس الجمهورية وعلى خارطة الطريق وعلى برنامج العمل اكيد. هلا اذا هني بده رئيس جمهورية ينزع سلاح المقاومة، من هلا ابشر اللبنانيين ما في رئيس جمهورية لا هلا ولا بعد 1000 سنة. إذا بده رئيس جمهورية يعلن العداء مع حزب الله أو أن يكون خصما لحزب الله، من هلا ما في رئيس جمهورية. من هون بدي أسألك على موقف نائب وزير الخارجية الإيرانية اللي صرح مبارح قال بأنه استقرار لبنان رهن بقوة المقاومة، يعني تدخل غير مباشر ولكن هناك رسالة سياسية كبيرة بعدة اتجاهات. صح، بحكي منطق. يعني واليوم كمان الأطراف الأخرى، يعني انت بدنا الاهتمام الخارجي، بدنا رئيس حتى يكون مقرب من حزب الله. هلا هودي يعني عم يقولوا يعني أمتى بهذا البلد بدنا نوصل لقناعة لا تستطيع أن تقيم أي خطوة إذا كان حزب الله عنده موقف سلبي منا. ليه أنت برأيك لو ما في حزب الله بلبنان كان حدا سائل مين رئيس جمهورية بهذا البلد؟ أنت برأيك لو ما في حزب الله كان في حدا بيحكي معنا أو حدا بيسألنا إذا بننتخب زيد ولا عمر ولا مين من كان؟ كان مين من كان بيقدر يعمل رئيس جمهورية بهذا البلد؟ كل هذا الاهتمام الخارجي وكل هذا الحكي الخارجي وكل هذا التواصل وكل هذا الضغط وكل هذا المحاولة لإيصال هذا الاسم أو ذاك الاسم ربطا بوجود حزب الله بالبلد. وبالتالي يعني اليوم إذا كانت القوات اللبنانية مختلفين هني وياها قديش رح ينعكس سلبا على المشهد بالبلد؟ الخلاف مع حزب الله مكلف، في قوة اسمها المقاومة، في حزب بهذا البلد جزء من المعادلة الكبرى القائمة على مستوى المنطقة. هيدا خطاب بطمئن برأيك؟ يعني لما بنقول انه عدم التوافق مع حزب الله اليوم مكلف؟ المكلف. يعني في اطراف ما بيتقبلوا هذا الخطاب، ما بيتقبلوا يلغوا حزب الله تهويلي او ربما يلغوا حزب الله ويلغوا قوة حزب الله وما يتقبلوا، او يعملوا قوة توازي قوة حزب الله ويصيروا مثله مثل حزب الله. هيدي تركيبة البلد. طيب هذا اللقاء حزب الله مش مرتبط انه حزب الله اذا حمل السلاح لانه بده يحمل السلاح او انه فيه الصبح قرروا يعملوا حزب مسلح. قوة حزب الله مرتبط بالصراع العربي الاسرائيلي وبوجود قوة احتلال بهذا البلد. طيب هني بدهم يروحوا حالهم يمونوا على الامريكيين، خليه تستكمل اسرائيل انسحابها من هذا البلد. يعني المشكل انه حزب الله مش امر واقع، لانه هو امر واقع بالقوة، هو امر واقع بالظروف. بس اليوم برأيك اجندة المقاومة اليوم تقتصر على انسحاب اسرائيل من خير محجي على المقاومة بعدين نشوف يعني؟ شو بيطلع معنا مرحلة اولى هني يحاولوا يخففوا، وهيك بنكون نحن حققنا انجاز هو الانسحاب من مزارع شبعة، بعدين بدنا ضمانات وبدنا اليوم عندك وقائع النفط في البحر والمياه الإقليمية وحماية هذا الصراع. حتى أنا أختصر لك إياه، هذا الصراع لن ينتهي إلا بزوال هذا الكيان. هذا الكيان لا بينضمن ولا يمكن الاطمئنان له. يعني نحن على بكرة إذا راح حدا فكر بتسليم السلاح
وتاني نهار الإسرائيلي قرر اجتياح البلد. في حدا يضمن الإسرائيلي ما يجتاح هذا البلد؟ هذا الإسرائيلي يلي داعس على كل شيء اسمه شرعية دولية ومشاريع قرار 425 ومدري شو كل هيدي الخبريات. أنه في حدا يضمن أنه تنهار شو بنقول له طول بالك؟ هون في وجهات نظر مختلفة والموضوع يعني يطول بنحكي عنه بحلقات. صح. بموضوع الملف الرئاسي وتحديدا اللقاء الخماسي بنحكى اليوم ببعض الصحف عن بنود سرية بهذا اللقاء. ما بعتقد انه مستوى يعني مستوى. وزميلي ميرا جزيني كتبت بعنوان تطوير النظام. هلا هو اذا جيتي للمنطق واذا جيتي للواقع هذا النظام انتهى. هذا النظام ب 17 تشرين كانت مراسم الدفن، هو انتهى منذ سنوات طويلة. بس 17 تشرين وما جرى بعد 17 تشرين ليس إساءة ل 17 تشرين. 17 تشرين اجت لتكشف عيوب هذا النظام، ويمكن لو ما انسرقت لحظة 17 تشرين كان هذا النظام فعلا سقط. ايه صح. انه انا مش بدي اقول مين اللي قال اليوم انه الكل ينتقد النظام ويطالب ايضا بتطوير النظام، مين ماسك هذا النظام اليوم؟ هلا بدك تشوفي في قوة، كل قوة سياسية بهذا البلد عم تقرا المشهد من منظورها. هناك فريق يتزرع بانه اي تركيبة نظام جديدة سيكون لحزب الله الكلمة الاعلى فيها. في فريق سياسي بيقول انه انتم بدكم تروحوا على المثالثة، في فريق سياسي بيقول انتم هدفكم العد. مشكلتنا نحن اللبنانيين ان القوى السياسية فيما بينها مش مطمنة لبعض. خايفة من بعض. بس اخر شيء شو المطلوب اليوم؟ اي مبادره حوار اليوم تفشل، ان كان اللي دعا الى كل من يفشل اليوم كان عم ينحكى دائما عن ضروره اتفاق او حوار مسيحي، اليوم في اطراف معارضه لهذا الحوار. هذا الحوار مما دعا له هو ضروره ويجب ان يحصل، لان اول شيء اذا ناطرين برا مش سائلين، برا همهم بأوكرانيا، برا همهم بروسيا، برا همهم بتطويق الصين، برا همهم هلأ بالزلزال. إذا ناطرين برا مش سائلين عنا. وبالتالي إذا بدنا ننتج فرصة حل مطلوب منا نحكي مع بعض. ما الذي يعطل الحوار المسيحي برأيك؟ خلص الثقة بيناتهم مفقودة. ما في ثقة، وهذه الإشكالية الكبرى. اليوم البطريرك الراعي عم يتلمس يعني أي تجاوب من الثنائي الشيعي أيضا حيال هذا الاتفاق، إذا ما يعني كان في رغبة أيضا بمعاودة عقده. مش سهل أن تنجح أساسا مبادرة البطريرك الراعي، صعب. واضح من المواقف السياسية للقوى المسيحية الأساسية انه في علامة استفهام وفي اشتراطات، وفي انه بلكي منروح نحن ال 64 نائب مسيحي مننتخب رئيس جمهورية واللي بيربح يلزم الاخرين. طيب وين المشكلة اليوم؟ القوات اللبنانية عم بتطالب بعملية ديمقراطية رئيس دستورية. جمهورية مسيحي بالهوية، ماروني بالهوية، بس ولكن منو للمسيحيين؟ يعني هلا اذا راحوا ال 64 وانتخبوا سمير جعجع انه نحن لازم نلتزم بالتصويت لسمير جعجع. شو خلفيات هذه المعارضة لكل أشكال الحوار اليوم؟ هلا كل حدا عنده أجندة. إذا بشوف هذا الحوار يتعارض مع أجندته، يعني يمكن القوات اللبنانية معتبرين إذا رحنا على بكركي ومسار النقاش أخذنا إلى التصويت إلى طرح أربع مرشحين الموارن الأقوياء، بيطلع سليمان فرنجية منهم مصير ملزمين نصوت له لأنه هو يؤمن الإجماع الأكبر. لليوم بكركي اليوم ستقبل بأي اتفاق يعني يكون فيه طرف من الأطراف المسيحية مغبون؟ أكيد يعني اليوم بدأت. ما المشكل أنه مش الطرف المسيحي مغبون، تأخير الاتفاق يصبح كل الشعب اللبناني مغبون. نحن بحاجة إلى اتفاق. هلأ ما بعرف قديش بعد رئيس الجمهورية أو تشكيل حكومة أو انتخابات نيابية يأثر على الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي يلي هو هم عند الناس، لأنه قال عملوا انتخابات نيابية وبينزل الدولار، رجع قال شكله حكومة وبينزل الدولار، سموا رئيس حكومة بينزل الدولار، هلا عمين قال انتخبوا رئيس جمهورية بينزل الدولار. ما بعرف قديش بعد في انعكاس لكل هيدي الخبريات على الوضع الاقتصادي المعيشي يلي هو هاجز عند الناس. بس كمان أن يكون هناك مؤسسات
على رأس عملها معنيين أحسن من هذا الفراغ. حكومة إذا اجتمعت مشكل، مجلس نيابي مفتوح نقاش بالبلد إذا هو هيئة ناخبة ولا مش هيئة ناخبة، فراغ برئاسة الجمهورية وبالتالي لا حكومة ولا تشكيل حكومة ولا دائرة مفرغة. الناس ملت هذا مش يعني الجدل العقيم، الناس كفرت، الناس تعبت، الناس ما بقى بدها تسمعنا عم نحكي سياسي. صحيح. الناس اليوم وطبعا اجت والمشكل انه مشان هيك يعني نحن بنتجنب التفاصيل الدقيقة اليوم لانه يعني لكن عبس. الناس اليوم بمحل اخر مختلف تماما عن اللي عم تفكروا كل القوى السياسية. الناس اليوم بتحضرنا اذا عم نحكي عن وجعها، إذا عم نحكي عن نقاش دستوري حول قانونية حصول جلسة مجلس الوزراء من عدم حصولها، الناس بتتمسخر علينا أنه مين قال لك أنا يعنيني حقي بالمشاركة بالحكومة أو مش حقي بالمشاركة بالحكومة، وأنا همي حصل ربطة خبز أو دواء سرطان أو شو بدنا نعمل بالمدرسة الرسمية. طيب مرأة بالبلد خبرية بشكل طبيعي أنه موظفي القطاع العام صار لهم أدربيل 15 يوم وهلأ أخذين قرار بالإضراب ل 17 شباط وسيمدد هذا الاضراب. اي خبر يعني معيشه عم يكون عن جد ما عم يكون عليه تركيز بالعالم. اذا بدي اخذ اخراج قاد ما بقدر. اذا بدي يعني هذا البلد اذا بدي اعمل معامله مسكر البلد ومرق الامور بشكل طبيعي. بيطلع الدولار لل 65 وبينزل لل 60 وفي 52 وعلى الابلكيشن بينزلوا 5000 نص ساعه وبيرجع بيطلعوا بعد نص ساعه. كل هيدي الخبريات وانه صار مطلوب منا ان تكون جزء من حياتنا اليوميه. لا مش مسموح ان نستسلم لهذه الظروف الصعبه، مش مسموح ان تغلق المدارس الرسميه ابوابها وينتهي وأطفالنا بلا مدارس وبلا بما معناه بلا مستقبل. صحيح. والله وأنه يا بتبرق يا خي مرقة. لك شو مرقة؟ ما بقى ينعاش مع هذه الظروف. روحي شوفي شو عم يصار، شو عم بيصير بالمستشفيات. في ناس عم توقف على باب المستشفى برا مشان 50 دولار. في ناس عم تموت لأنه ما في إمكانية لنقلها على مستشفى. يعني الصرخة تعلو من كل القطاعات. فاتورة أي مستشفى 100 مليون. 100 مليون مين معه 100 مليون؟ مش كل واحد معه 100 مليون. بالنسبة للبعض ال 100 مليون هي عبارة هلأ عم معاش 5 سنين لقدام. أنه ما بقى في شيء ما بقى ينسكت عنه. لذلك كل وقوف ضد مشروع حوار أو تقارب أو تعاطي مع أي استحقاق من زاوية الأنانية هو ظلم بحق الشعب اللبناني يلي عن جد مستغرب أنه بعده ساكت. مستغرب، غريب هذا الصمت. هذا لغز كبير يعني اليوم يعني بعد الصمت بعد إنه والله ثورة 17 تشرين. تمرق كنا بربطة خبز مدعومة صرنا بلا ربطة خبز مدعومة، كنا ببنزين مدعوم صرنا بلا بنزين مدعوم، كنا باتصالات رخيصة صرنا بلا اتصالات رخيصة، كنا بدواء مدعوم بطل في دواء مدعوم، كنا بنتحكم بالمستشفى ببلاش صار بينقلنا جيب الدواء معك. يعني صحيح. كل هودي صايرين بثلاث أربعة أشهر وإذا هو حيط حكي حدا حكي. أحيانا بتستغربي. طيب بيقولوا ايه بادروا خيما نحن اذا بادر سنتهم بانه عم نعمل اجندة سياسية صح ولا لا؟ خي نحن منحازين الى هؤلاء الناس. ويا اخي ما رح نسألك هالمرة ليش وكيف، لانه الاشكالية الاساس انه سرق غضب الناس سابقا من مجموعة تجار ليعملوا 13 نائب صارت 13 كتلة. شي عند فؤاد السنيورة وشي ان جي اوز وشي سفارة وشي عندية المصارف. هيدا نتاج سرقة الثورة يلي هي كانت غضب حقيقي، كان نتاجها 13 كتلة نيابية طلع معهم الحل انه روحوا يعتصموا مجلس النواب. هون ما بيتحمل كمان الشعب المسؤولية لما بنروح على صناديق الاقتراع ونرجع ننتخب. كل الاحزاب تتحمل المسؤولية والشعب يتحمل المسؤولية. مشكلة هذا البلد انه بحاجة الى دراسة كيف مركب. فعلا بحاجة لدراسة هذا البلد كيف مركب. انه نحن منسب 4 سنين واخر شيء بنجي على الصندوق منجدد لنفس اللي كنا عم نسب لهم من 4 سنين. طبعا مع ضرورة لفظ مين البديل؟ المشكلة بالبديل. مين البديل؟ انه البديل هودي اللي معتصمين ونايمين بمجلس النواب. كل هالنهار حملين هالتليفونات وعم يتصوروا بمجلس. خي اذا المسألة هي تسجيل موقف يعني لك موقف هن بيقولوا انه احنا ما هنقدر نحقق وشو هالسخافات وشو هالمسخرات هيدي. اذا الازمة ازمة النام مجلس النواب هلا انا بروح بنام يا خي شهر بمجلس النواب. شو شو بنام مجلس النواب وبروح برتاح ببيتي اللي حقه 20 مليون دولار جايبه من المصرف. لك هيدي عم يكذبوا.
مشكلة هذا البلد انه لما كان في امل بثورة اجوا قرطة كذابين سرقوا هيدي الثورة. شو هاد؟ طيب يعني في 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 انا صرخة من القلب يعني اكيد ما فينا لما نسمع والله بس احيانا صار الكلام انا صرت بغيب عن الاعلام 3-4 أشهر 5 أشهر احيانا بيسألوني ما عم تطلع بقول خي شو بتطلع شو عم يتغير شو اللي عم يتغير ما هني نفسهم شرعي ومش شرعي بحق لها تجتمع وما بحق لها تجتمع اي لانه هلا اللي قاعد على بوابه المستشفى انا عم بحكي عن حادثه صارت انه مطلوب منه حق الصوره $75 وهو مفتكر $75 $500,000 لانه هودي اللي هو معه اياهم ومستعين بسياره جاره وعلى حساب جاره ليجي على المستشفى هيدا كتير همه انه الحكومة بحق لها تجتمع أو ما بحق لها تجتمع بغض النظر أنا مع اجتماع حكومي مشاكل البلد كلها وقفت على هذا الاعتراض المحق فعلا يعني اليوم إذا بدنا نغير موقع رئاسة الجمهورية ما حدا أنا بدنا نعتبر أنه هيك كما تجري العادة يعني للجدل اختصارا للجدل خي لا يحق للحكومة أن تجتمع أوكي روحوا لنعمل انتخابات رئيس جمهورية بس لا بدنا نعمل انتخاب رئيس جمهورية ولا بدها تجتمع الحكومة ومجلس النواب تحول لهيئة ناخبة وممنوع جلسات التشريع كل البلد معطل طيب اليوم إذا صدقت وزارة الطاقة بالأربع ساعات كهرباء في ناس عندها طاقة شمسية عم تمشي حالها وفي ناس عندها اشتراك كهرباء وفي ناس عندها مولدة صغيرة بتدورها ب$200,000 بس في ناس ناطرة هودي الأربع ساعات لتغسل تيابها في ناس ناطرة هودي الأربع ساعات لتشرج البطارية تبع اليو بي اس في ناس هودي الأربع ساعات بيخليهن يدوروا برادهن يعني لا ايه في شيء ضروري بالبلد بده يمشي قصة المدارس واضراب المدارس والاساتذه بس الجلسات ما عم تكون يعني نتائج هذه الجلسات على قدر المتوقع الكهرباء انه مين اللي عم ينحكى عم ينحكى واذا ما ظبطت في صرف اعتماد لباخره وحده او اثنين واذا ما ظبطت تتجاوز الغرامات $2.5 مليون إذا ما زبطت قصة الكهرباء إيه صح يجب أن يطرح سؤال على الذين شاركوا في هذه الجلسة وين هو الإنجاز بموضوع الكهرباء نحن قلنا مع عقد الجلسة إذا في أربع ساعات كهرباء بس إذا ما في أربع ساعات كهرباء لشو عقد الجلسة علما أنه أنا كنت ضد تمويل مشروع الكهرباء لك يا أخي صرف $200 مليون بيقول لك أنا بدي $300 مليون لأعطيك كهرباء لسنتين بعد سنتين برجع بدي $300 مليون خي يعملون لها شركتين كهرباء وخلصونا عم تقولوا تكلفتهم $1.85 مليار هيدي خطة الطوارئ يعني طبعا تنفصل منفصلة عن ما نحن بهذا البلد كل شيء طوارئ طويلة الأمد ما نحن بهذا البلد كل شيء طوارئ صرنا من 91 ومصرف تحت عنوان طوارئ هدرت حكومة حسان دياب $13-14 مليار على الدعم تحت عنوان الحالة الاستثنائية وين اني 13-14 مليار دولار وين اني مع مجموعة تجار هلأ ومصارف كذبة صايرة فقديش صارت هيدرة بهذا البلد مرة واليوم المصارف يعني تتجه نحو الإقفال طب في شو اعتقادي شو قصة صايرة رياض سليمي ما معه $10 مليار بيعلي الدولار تطلع الصرخة بيقولوا اللحظة راح وطي الدولار رايح اصرف لكم $1 مليار من $10 مليار هو ما بيصرف هو بيبعت قالوا وطي الدولار بيتوطى الدولار لانه هو اللي عم بيقود العصابه تبع رفع الدولار يعني بيسجل علينا بيسجل علينا انه هو دفع $1 مليار لتخفيض سعر صرف الدولار بيرجع بعد جمعتين بيعلي الدولار بنقول له تدخل قلنا يلا راح اتدخل بمليار تاني هلا بعد سنه اذا سالني وين ال $10 مليار بيقولنا ما عملت تدخل فيهم بالسوق لتخفيض سعر صرف الدولار جزء من تغطية الارتكاب الكبير لرياض سلامي بمصرف لبنان له علاقة بمنصة صايرفة يلي كل جمعتين بيخبرنا انه دفع 400 بعدين صرنا 100 مرة قايلين هودي ال 128 نائب لا استثني ولا واحد منهم نعم خي بدي اسألك انا سؤال أيمتى بدك تجيبه لرياض سلامي على مجلس النواب تسأله سؤال جدي وحقيقي هودي اللي عم تعلن انه اخذوا $20 مليون اليوم عن منصة صيرفة وهذا اخذ $50 مليون كل يوم صرفنا 50 واحيانا بيرفعهم ل$80 مليون فيك تخبرنا مين اني هودي اللي عم ياخذوا المصريات بدنا نشوف هون يعني مين اللي عم يحمي رياض سلامي والجهة السياسية كل من يحميه هو مذنب بس انا هون سؤال جيبوا لي حدا عم
بيقولوا اليوم قد ايه سعر منصة صرفها بالدولار؟ طيب. 42 مدري 48 ما بعرف. خيي جيبوا لي تجاوزنا الوقت بس هون هالكلمة جيبوا لي حدا بالبلد عم بيبيعنا بضاعة على دولار صرفها بس واحد رح تروح كنا نشتري منه. بدي اتشكرك استاذ علي حجازي امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي، شكرا على حضورك. مشاهدينا شكرا للمتابعة والى اللقاء.